أهلا بكم. لماذا ينهار الاقتصاد العراقي رغم موارده المالية والبشرية الهائلة ورغم مصادر الثروة المتعددة فيه؟ لماذا تظل القطاعات الاقتصادية حبيسة التدمير والاندثار وتذهب الأموال التي تخصص لها إلى جيوب الفاسدين؟ لمصلحة من؟ لا يراد لقطاع الزراعة النهوض وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ويحارب الفلاحون والمزارعون، وتحرق المزارع والحقول، وتقتل الثروة السمكية، ويهدد الأمن الغذائي. لماذا تعطل المصانع الغذائية ومعامل الأسمدة؟ على سبيل المثال معمل سماد اليوريا، ولا يسمح باستيراد الأسمدة من دول عربية، ليظل يستورد من إيران فقط رغم ضرره على البيئة. ولمصلحة من؟ لا يراد للقطاع الصناعي النهوض لخلق فرص عمل جديدة للخريجين والعمال العاطلين عن العمل في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. أين تذهب ميزانيات العراق المليارية؟ لماذا يستمر الفساد في كل مكان وينخر الاقتصاد الذي يتهاوى منذ العام 2003؟ فوزارة المالية تعلن عدم كفاية الإيرادات الحالية للعراق في مواجهة النفقات الجارية، وأنه لا خيار أمامها سوى اللجوء إلى القروض في ظل انخفاض أسعار النفط. لماذا لا يعطى القطاع الخاص المساحة ويبقى حبيس تهديد وابتزاز الميليشيات المسلحة ذات التبعية الإيرانية، حتى أن البنك الدولي وصف القطاع الخاص في العراق بالمريض، وأنه مصاب باللعنة المزدوجة بسبب الفساد الحكومي؟ لماذا يستمر التهديد للمستثمرين الأجانب وعدم منح الاستثمار للدول العربية وإبقاء المنافذ الحدودية تحت السلب والنهب من قبل المتنفذين من الميليشيات؟ وكذلك نتساءل في هذه الحلقة عن انعكاسات انهيار قطاع الطاقة في العراق بعد تحذير لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية مما وصفته بالانتكاسة في تجهيز المواطنين بالكهرباء في المرحلة المقبلة. بينما ينهار الاقتصاد العراقي المتهاوي أصلا، في نفس الوقت يقترض الكاظمي أو يقوم بالاستمرار بعمليات الاقتراض. حكومة الكاظمي تستمر بهذه العمليات الخطيرة دون توفير أي بديل لسد العجز، وفي ظل تعرض اقتصاد الأموال لغسيل أو اقتصاد العراق لغسيل الأموال، وتستمر هذه العملية وبيع العملة الأجنبية وتهريبها. تشير مصادر حكومية أيضا أن الخسائر من عدم إجراء تنفيذ أي إجراءات في الحد من هذا التهاوي الاقتصادي مستمرة. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار في برنامج تحت الضوء اليوم. رغم موارده المالية والبشرية الهائلة، إلا أنه يعاني انهيارا اقتصاديا كبيرا، ورغم مصادر الثروة المتعددة فيه، إلا أن نسبة كبيرة من شعبه يعانون من الفقر والتشرد، تناقضات يعيشها العراق قلما تجدها في بلد آخر. الفساد يدب في كل مكان وينخر الاقتصاد الذي يتهاوى منذ 2003، فوزارة المالية تعلن عن عدم كفاية الإيرادات الحالية للعراق في مواجهة النفقات الجارية، مؤكدة أنه لا خيار أمامها سوى اللجوء إلى القروض في ظل انخفاض أسعار النفط. ولجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية تحذر مما وصفته بانتكاسة في تجهيز المواطنين بالكهرباء في المرحلة المقبلة. حكومة الكاظمي مستمرة باقتراض الأموال لسد العجز دون توفير البديل. عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية مستمرة أيضاً، والخسائر المالية من جراء عدم مواجهة الفاسدين بلغت أكثر من 250 مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية الحالي علي علاوي، وديون خارجية وداخلية تخطت حاجز 130 مليار دولار في بلد ملفات الفساد فيه ليس لها نهاية. البنك الدولي وصف القطاع الخاص في العراق بالمريض، وإنه مصاب باللعنة المزدوجة بسبب الفساد الحكومي. وكذلك فإن ابتزاز الميليشيات والعشائر للمستثمرين العراقيين والأجانب ومطالبتهم بدفع أموال طائلة كانت وراء تعثر الاستثمار وإيقافه في العراق بحسب موقع المونيتور الأمريكي، الذي أشار إلى أن معظم المستثمرين اختاروا الانسحاب من المشاريع، وأنه تم تعليق أكثر من 6000 مشروع
بين عامي 2008 و2019. كما أشار النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي أن هناك فيتو غير معلن تجاه استثمار أكبر حقول الغاز في العراق من قبل القوى الموالية لإيران، ما يسمى بورقة الإصلاح الحكومية التي أعلن عنها الكاظمي ضمت الكثير من التناقضات وأغفلت قضايا مهمة تخص أهم الملفات الاقتصادية التي يفترض معالجتها بشكل جذري، مثل أزمة الكهرباء والبطالة وكيفية معالجة الديون وغيرها بحسب معهد المجلس الأطلسي الأمريكي للأبحاث. التخبط الحكومي في إدارة الدولة في ظل نظام المحاصصة الطائفية وسلطة الأحزاب، لا سيما الملف الاقتصادي، سيقود العراق إلى الإفلاس، على الرغم من أنه ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم بحسب وكالة بلومبرغ. وباعتراف لجنة النزاهة النيابية، فإن العراق لا يدار بنظام مؤسساتي، بل الجميع يبحث عن مصالحه. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، وهم الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي في الاستوديو. أهلا بك أستاذ نظير. حياك الله دكتور. وأرحب بالدكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، انضم معنا عبر سكايب من بغداد. دكتور ماجد مرحبا بك. يا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ. أهلا بك. وتنضم معنا أيضا الدكتورة هداب الكويسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية عبر الهاتف من بغداد. دكتورة هداب مرحبا بك. أهلا بك دكتور. أبدأ معك أستاذ نظير، يعني الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 لم يحقق أي نهضة، على الأقل هناك الكثير من ملفات الفساد، وهناك معدلات البطالة المرتفعة، وهناك نسب الفقر المرتفعة، وهناك عمليات فساد مستمرة. لم نشهد في العراق أي نهضة اقتصادية منذ تشكيل حكومات المنطقة الخضراء في العراق. هل لك أن توضح لنا ما هي الأسس التي لم يكد الاقتصاد العراقي أن يستند إليها لكي ينهض من جديد؟ يعني أنا أرى أن هذا الحكومات التي جاءت منذ 2003 وحتى الآن لا أعتقد أنها تنطبق عليهم أنهم رجال دولة أو حتى رجال سياسة، بينما هم يعني كانت يعني هؤلاء السياسيين جاءوا إما انتقاما من النظام العراقي السابق أو أحيانا انتهاز الفرصة في مكان السياسي أن يستطيع ينهب بقدر ما يستطيع، لأنه لديهم يعني قناعة راسخة بأنهم لا يبقون في هذا المنصب مدة طويلة، وأنهم لم يأتوا لبناء دولة. لذلك لا تجد هناك لا خطة خمسية ولا خطط أو مشاريع لبناء الواقع الاقتصادي، بل حتى ما كان موجود من زمن النظام السابق تم تدميره ويعني تصريفه على شكل خردة وبيع إلى إيران. لذلك كان الاعتماد بالكامل على واردات النفط، وفترة من الفترات كان سعر النفط يعني يصل إلى أرقام كبيرة، وهذه الميزانيات الضخمة يعني كانت كافية لعمليات الفساد وتقسيمها ما بين هذه الأحزاب. لماذا فقط في العراق لا نرى مثلا منافسة؟ يعني ليست هناك حكومة منافسة لحكومة سابقة، فقط هناك عمليات فساد مستمرة وهناك تدخور في جميع القطاعات الاقتصادية. هي حقيقة لو تنظر إلى النظام السياسي في العراق، هي عبارة عن مجموعة من العصابات تقتسم مغنم كبير اللي هو الدولة العراقية. وإلا يعني لو كان هناك فعلا انتخابات حقيقية وهناك تنافس بين الأحزاب وتشكل حكومة أغلبية من قبل حزب أو حزبين، حال وحال باقي دول العالم يعني كما نراها في الديمقراطيات في العالم، لكن هذا الأمر لا يكون. بل حتى بعض السياسيين من نادى أن يكون هناك حكومة أغلبية الجميع رفضها. لماذا؟ لأنه يريد له حصة في هذه الحكومة. لذلك تجد الآن الحكومة والنظام السياسي كله مقسم بشكل إما حزبي أو طائفي، والجميع يجب أن يكون له مغنم من هذه المكاسب. لذلك لا تجد حزب هو يعني يأتي يتنافس مع الأحزاب الأخرى في مدى خدمته لهذا الشعب أو يتنافس في مدى ما يقدم من برامج سياسية، إنما هو معروف أنه الكرد أو السنة أو الشيعة لديهم هكذا حصة من المناصب السياسية، وسيخرج لهم بوارد من الغنيمة الكبرى بهذا المقدار. وهذا الأمر يعني تم المضي عليه منذ 2003 وحتى الآن. لذلك وصل الآن
إلى مرحلة بأنه بدأ الاقتصاد ينهار. لماذا؟ لأن المصدر الوحيد الذي بقى يعني كإيراد للدولة العراقية وهو النفط، لأنه انتهت الزراعة وانتهت الصناعة. غريب يعني وصلنا يعني هذا الحال، فيه موارد مالية وبشرية هائلة. اسمح لي أن أتحول بالسؤال إلى الدكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي. دكتور ماجد، العراق بلد ليس بفقير، بلد غني بموارده البشرية والموارد الطبيعية الهائلة. يعني النفط هو ربما يحتل مرتبة من المراتب الاقتصادية، هناك الكثير من المعادن والكثير من الموارد الطبيعية في العراق، ما يغني العالم كله. لماذا الاقتصاد العراقي يتهاوى؟ هل هو يخلو من كفاءات اقتصادية تضع الخطط الخمسية والعشرية، وكذلك حتى مثل باقي دول العالم على مدى 10 سنوات و20 سنة و50 سنة؟ ما الذي يجري في العراق؟ ما سبب هذا التهاوي الاقتصادي حتى وصل الأمر إلى الاستدانة؟ عزيزي، المسألة اللي مطروحة الآن، خليني أقول لك بالموارد الطبيعية بس اللي موجودة في العراق. العراق أولا عنده غاز كميات كبيرة وهائلة، والآن هو يستورد الغاز. ثاني دولة باحتياط الكبريت في العالم، العفو، أول دولة في احتياط الكبريت في العالم، وثاني دولة بعد المغرب في احتياط الفوسفات في العالم، إضافة إلى المعادن الفلزية وغير الفلزية الأخرى الموجودة في الطبيعة العراقية، واللي أدت إلى تطور صناعة الإسمنت إلى درجة كبيرة جدا وتحتاج إلى تطوير آخر. المشكلة الأساسية هي أن إدارة الاقتصاد العراقي ليست بإدارة رشيدة، إدارة لا تستطيع أن تعي مصالحها ومصالح الشعب العراقي. كان من الممكن مراعاة المصالح وفي نفس الوقت الاقتناء في نفس الوقت يعني، لكن للأسف الشديد كان هناك من السلطة الطائفية والأثنية والمحاصصة هذه كلها أدت إلى فساد إداري ومالي كبير جدا، ولم تلتفت إلى مصالح الشعب بشكل عام. وحتى الآن نرى أن الجميع يتكلمون عن الرواتب وتأمين الرواتب، وكأنما العراق خلق 40 مليون إنسان في الوقت الحاضر كله لخدمة موظفي الحكومة والعاملين في الحكومة. هذا طبعا منطق غير مقبول، يعني ليس من المعقول أنه واردات النفط لنهاية عام 2019 تبلغ بحدود 950 مليار دولار، زين يعني حوالي تريليون دينار، وفي الفقر بحوالي 40، والآن من المتوقع أن تصل إلى 50% دون مستوى خط الفقر في العراق، والأمية تصل إلى أكثر من 35%، والبطالة تصل إلى 30-35%. هذه قضايا يعني تدل على عدم الاهتمام بالعراق وعدم الاهتمام بشعب العراق وعدم الاهتمام بتنظيم الاقتصاد العراقي. لحد الآن هوية الاقتصاد العراقي غير معروفة، هل هو نظام رأسمالي، وهل هو نظام اقتصاد السوق، هل هو نظام اشتراك كما يقول أو رأسمالية الدولة كما كان في السابق، لحد الآن لم تحدد. ولذلك يعني كل الأمور اللي موجودة فوضى في فوضى في فوضى، ولا يمكن العمل في هذا المجال إذا إلى أوقات طويلة الأمد. ولذلك ترى أن الأزمات تواجه العراق، أزمة في عام 2008، في عام 2014 و15، والآن أزمة ثلاثية اللي هي انخفاض واردات النفط وانخفاض الصادرات، وفي نفس الوقت الأزمة جائحة كورونا، إضافة إلى ذلك الأزمة الإدارية التي الموجودة في السلطة العراقية وخصوصا السلطة الاقتصادية السلطة المالية. ولذلك المسألة اللي مطروحة الآن هي لو أحسن إدارة الاقتصاد ماليا، لو أحسن إدارة الاقتصاد، إدارة العراق اقتصاديا، لما تورطنا
في هذه الوضع المأساوي. طيب دكتور الذي نراه في الوقت. ابقى معي لو سمحت، سأعود إليكم مرة أخرى. أرحب بالدكتورة هداب الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مرحبا بك مرة أخرى دكتورة هداب. يعني هل هناك من وجهة نظرك يعني من الأسباب الرئيسة للانهيار الاقتصادي في العراق هو سوء الإدارة فقط؟ طبعا في الحقيقة أكيد أسباب كثيرة، يعني من هذه الأسباب يعني هو الخلل الذي نحن به الآن، هو الخلل في الهيكل الاقتصادي. هذا الخلل هو حاصل تراكم جميع السياسات الاقتصادية ومن ضمنها حتى السياسية من 2003 إلى وقتنا الحاضر ويومنا هذا، وبالتالي يعني لا يوجد هنالك، وكما ذكر دكتور ماجد، لا يوجد هنالك إدارة ملف بشكل صحيح، وبالتالي سوء إدارة هذا الملف في كل هذه الفترة الزمنية جعل من أن يكون هنالك يعني وجه غير واضح للنظام الاقتصادي العراقي، وبالتالي القطاع العام متشابك وغير واضح ومتضخم، وبنفس الوقت القطاع الخاص غير منتظم، وبالتالي هنالك نقطة جدا مهمة، لا يمكننا أن نعتمد على شيء اسمه القطاع الخاص كما يذكر البنك الدولي في تقاريره، وبالتالي يقول أنه أقصينا هذا القطاع. هو في الحقيقة لا يوجد قطاع نستطيع أن نعتمد عليه، وبالتالي بين هذا وذاك أضعنا جميع حتى الثروة التي حصلنا عليها على سبيل المثال. لماذا مثلا لا يعطى القطاع الخاص مساحة في العراق لكي يأخذ نصيبه وبالتالي يحمل بعضا من العبء الاقتصادي والنهوض بنسبة معينة لكي يتوازن موضوع الاقتصاد المعتمد على النفط فقط؟ نعم صحيح، أكيد يعني إذا في حالة إحنا لو كان عندنا تصنيف للقطاع الخاص كما هو الحال موجود في الدول العربية الأخرى يعني كان اعتمدنا عليه، ولكن في الحقيقة هو قطاع متبعثر متعثر، هو يعني غير واضح المعالم، لا تستطيع أن تقول لدينا قطاع خاص بالشكل الصحيح كما هو موجود مثلا في دول عربية كثيرة. ولذلك حتى أننا يعني إحنا في مجمل هذه العملية من 2003 إلى يومنا هذا حتى ما حققنا يعني يشار إلى أنه حققنا نسبة من النمو في الثروة 133% خلال فترة 2005-2014، ولكن تشير التقارير الدولية أن العراق لم يستفاد من هذه الثروة المتحققة بالمقارنة مع نفس الدول التي في نفس أحوالنا اللي هي تعتبر دخل متوسط، لأن إحنا بدأنا نصنف كدول ذات الدخل المتوسط نفس ولكن هذه نعم. الدول. دكتور هدى، بطبيعة الحال العراق يختلف عن الكثير من الدول، هو طبعا يصنف ضمن الدول النفطية الغنية بالثروات الطبيعية أيضا وليس فقط بالنفط، الثروات الطبيعية الأخرى، الزئبق الأحمر والفوسفات والكثير من المعادن التي فيه بالإضافة إلى الزراعة. يعني ولكن العراق، يعني هل يا ترى أن الاقتصاد العراقي وحديث الإعلام فقط عن موضوع الرواتب، يعني إن تم توفير الرواتب للموظفين يعتبر الاقتصاد هنا 10/10؟ طيب يعني الهيكلية الاقتصادية هنا أين؟ أين الخبراء الاقتصاديين؟ أين موضوع يعني هذه النزاهة أو الاستقلالية للجانب الاقتصادي في العراق من أجل النهوض؟ يعني هل هذا الأمر هو العائق؟ يعني الشأن السياسي والمحاصصة السياسية أثرت بشكل كبير على موضوع يعني تنظيم العمل من أجل التنمية الاقتصادية؟ نعم أكيد هنالك تسويات سياسية اللي هي جارية في العراق والتي من 2003 إلى يومنا هذا مستندة على تقاسم العوائد الريعية، وبالتالي أيضا تقاسم السلطة ما بين الأحزاب السياسية، أدى هذا كله إلى استحواذ أنه الأحزاب على المناصب الموجودة في الدولة، وبالتالي على كل الحصص الريعية الموجودة في الدولة، تفشي المحسوبية وإلى آخره. هذا أدى إلى شلل سياسي تام، الشلل السياسي ارتبط بالشلل الاقتصادي، ولذلك هذه المنظومة أصبحت هي ما عليه الآن في يومنا هذا. كل هذا نعم. ابقي معي دكتورة هداب، سأعود إليك مرة أخرى. أعود إلى ضيفي أستاذ نظير الكندولي. أستاذ نظير، يعني هذه الأزمة الاقتصادية من وجهة نظرك، يعني قبل أن أسأل السؤال أعطيك يعني كمقدمة بالنظر لآراء ضيوفنا الكرام، هل هذه الأزمة الاقتصادية هي أزمة فعلية انهيار اقتصادي؟ طبعا هو انهيار حاصل،
ولكن هذه الأزمة هل هي متعمدة مفتعلة للوصول إلى العراق والعراقيين بهذا الحال؟ لأنه من غير المنطقي بالنظر إلى ثروات العراق أن يصل العراق إلى موضوع الاستدانة من الدول، وحتى أن الكثير من التقارير الحكومية تحدثت أن المولود الجديد في العراق سوف يأتي إلى هذه الدنيا يولد في العراق مديون $3,000. صحيح. يعني أنا فقط أريد أن أعقب على كلامك، أقول أن النظام الاقتصادي العراقي هو ليس على وشك الانهيار، لكن هو فعليا منهار. هو منهار، نعم. كيف يعني؟ أريد أن أثبت لك أن نظام سياسي لدولة مثل العراق، ليست دولة صغيرة ولا قليلة بعدد سكانها ولا قليلة بمواردها الاقتصادية، الآن هم الحكومة الأساسي والدولة كلها منشغلة على ماذا؟ على توفير رواتب الموظفين للشهر الحالي. وكأنه إن وفروا الرواتب حصل هنا إنجاز اقتصادي عظيم. حدث إنجاز، وتبقى حكومة الكاظم هي أفضل من غيرها لأنه وفرت رواتب. يعني حقيقة هذا فعلا انهيار لكل شيء اسمه منظومة سياسية تحكم هذا البلد. ونحن على موعد مع هذا، يعني بكلام كثير من النواب في العملية السياسية نفسها يقولون نحن على موعد لإشهار العراق وإعلان إفلاسه خلال بضعة أشهر، والمتفائل منهم قال خلال الستة أشهر القادمة. أنا أقول يعني أنه هذا، هل العراق بهذا المستوى من الموارد وبهذا المستوى من هذا الشعب، يعني الشعب تعداده يقارب 40 أو يتجاوز 40 مليون، هل يعاني أزمة اقتصادية؟ أنا باعتقادي أنها أزمة مفتعلة، هي يعني يتم التسبب فيها عمدا من قبل هذا النظام السياسي، والأسباب عديدة لهذا التعمد، منها لفائدة الدولة الجارة اللي إيران، والتي لا تتحمل أن يكون بلد ناجح اقتصاديا إلى جوارها، وتريد أن يبقى هذا البلد بلد مستهلك لكل البضائع الإيرانية في السوق العراقية. إضافة إلى أن منظومة الفساد الآن المستشري في البلد منظومة لا تشابهها أي منظومة بالعالم حقيقة. يعني لو نخوض في تفاصيل الفساد الموجود بالدولة العراقية، لا يشبه أي فساد بالعالم، ولم تحدث دولة أن يصل بها حجم الفساد إلى هذا المستوى، وكأنما الموضوع مبرمج، الموضوع متفق عليه من قبل كل هذه الأحزاب، لا يستثنى أي حزب الآن في هذا النظام السياسي من درجة تتفاوت بالفساد من كبيرة إلى صغيرة. الجميع مشتركون، ليس مشتركون في الفساد، إنما مشتركون في حتى في دماء العراقيين. أنا أعتقد أن هذه الحالة أو هذا الانهيار الاقتصادي لا يمكن إصلاحه، والحلول التي الآن تطرح حلول أنه نعزز موارد الدولة من خلال الجمارك، من خلال موارد أخرى، هذا الأمر لا ينجح. لماذا؟ لأن النظام السياسي هو بالأصل فاسد، وهو لديه الإرادة لانهيار هذا الاقتصاد. هل تذكروا بعد 17 سنة موضوع الحدود والجمارك؟ يعني هذا نعم، وما زال لحد الآن ما زال، يعني أحد النواب يقول الحكومة تريد من عندنا إقرار قانون للاقتراض، بينما البرلمانيين، طبعا البرلمان حاليا يماطل ويرفض، وهو نفس البرلمان يرفض إقرار بعدم تعدد الرواتب. يعني لماذا؟ لأنه يمس أحزابهم ويمس المنتفعين منهم. يعني هل يعقل في العالم أنه تجد موظف يأخذ 3 رواتب أو 4 رواتب؟ هذا يعني استنزاف هائل للموارد العراقية. بطبيعة الحال، ابقى معي أستاذ نظير، بطبيعة الحال طبعا العراق غني بالموارد، يعني لنأخذ مثلا القطاع الزراعي، والعراق بلد زراعي. دكتور ماجد الصوري، بالعودة إليكم مرة أخرى، الكثير من المعامل والمصانع الخاصة، المصانع الغذائية تم إغلاقها يعني منذ احتلال العراق، وتم تسريح العاملين فيها، وما أدى إلى ازدياد نسب الفقر ومعدلات البطالة مثل ما تفضلتم قبل قليل. هذا القطاع تحديدا، القطاع الزراعي، وما يتعلق أيضا بموضوع البيئة، كما تعلم ما يجري في العراق هو بالإضافة إلى التدهور في القطاعات وتحديدا القطاع الزراعي، هناك تدهور في القطاع البيئي بسبب التلوث، وكذلك قتل الثروة السمكية بالمبيدات، واستيراد الأسمدة ذات النوعية التي تضر بالبيئة،
يتم استيرادها من إيران تحديدا، ويمنع استيراد أي تجهيزات متعلقة بالزراعة والمنتجات الزراعية من أي دولة عربية، وجعل هذا الأمر فقط محصور في الاستهلاك بالاستيراد عن طريق إيران. من وجهة نظرك يعني كيف أثرت هذه السياسة على هذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي ألا وهو قطاع الزراعة؟ عزيزي، هو ليس فقط قطاع الزراعة تأثر، وإنما قطاع الصناعة والسياحة وكل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الأخرى، والمسألة واضحة، واضحة مصالح اقتصادية. العراق كان يستورد بحدود 9 مليار دولار سنويا، في عام 2012 استورد حوالي 80 مليار دولار، والآن يستورد بين 60-65 مليار دولار. هذه لو 25% أرباح، معناه نسبة الأرباح اللي تدخل إلى جيوب هؤلاء المرتبطين، التجار المرتبطين أغلبهم بسياسيين في السلطة، هي بحدود من 15 إلى 20 مليار دولار سنويا. إذن المسألة مسألة مصالح، مسألة مصالح أفراد و يعني فئات موجودة داخل السلطة ولها خيوطها داخل في بين تجار العراق ومرتبطة بالخارج. والارتباط هو ليس فقط في إيران وحدها، وإنما في تركيا أيضا. العراق يستورد تقريبا نفس المستوى، يستورد من تركيا ويستورد من إيران، ولذلك من الصين. ولذلك المسألة اللي مطروحة أن هي هذه المسألة المصالح المرتبطة بفئة معينة موجودة بالسلطة، أنا لا أتكلم عن كل السلطة، وإنما فئة معينة بالسلطة لها مصالحها المرتبطة ب يعني من التدني الإنتاجية في العراق، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية. لذلك صرف مبالغ كبيرة جدا على الكهرباء، ولكن لحد الآن الكهرباء الطاقة الإنتاجية سنأتي دكتور إلى موضوع يقال إنها 16 ألف ميجا وات. سنأتي إن شاء الله إلى موضوع الكهرباء والطاقة، وهذا الأساس. هذا هو الأساس لعمل التنمية. أنت تأكد لو هناك جدية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكان حلوا مشكلة الكهرباء، لأن هي بالضبط الأساس، هي العصب التنمية. بالضبط، إذا تم تصليح الكهرباء وتشغيل الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالكهرباء، تم تحقيق كل القطاعات الأخرى وتنمية كل القطاعات الأخرى، لأن الكهرباء تعتبر العصب. يعني سأعود إليك مرة أخرى دكتور ماجد. دكتور هداب، يعني فيما يخص يعني انهيار قطاع الطاقة، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية حذرت من انتكاسة مقبلة في المرحلة المقبلة، كيف تنظرين إلى تداعيات هذا الأمر؟ يعني أكيد أسعار النفط هي غير ثابتة، كما أشرنا، يعني دائما أشير أنه أسعار النفط إلى حد هاي الفترة اللي بقت من السنة وإلى السنة القادمة سوف تكون يعني غير ثابتة، بسبب أنه جائحة كورونا هي لا زالت مستمرة وستستمر إلى فترة غير معروفة، وبالتالي سيكون هنالك علاقة ما بين سعر النفط والطلب على النفط، وهذا سوف يؤدي إلى حالة عدم توازن وإلى انخفاض سعر النفط أو بقائه عند مستوى جدا منخفض، وبالتالي سوف لن يحقق العراق إيرادا ثابتا كما تعارف عليه في السنوات السابقة من النفط. إذن إننا هنا أمام مشكلة جدا كبيرة، لأن باعتبارنا إحنا اقتصاد ريعي ونعتمد بالدرجة الأساس على النفط، ستكون هنالك مشكلة كبيرة. المشكلة الأخرى التي إحنا نعاني منها، قطاع الخدمات يعني لأول مرة يسجل نموا سالبا في هذه السنة بالمقارنة مع السنوات السابقة، فإذا أصبح لديك هناك كثير من الناس في حالة بطالة، وبالتالي أنت أساسا عندك أيضا معدل بطالة مرتفع جدا بين الشباب يصل إلى 36%، وعلى هذا الأساس أنه أنت كيف تستطيع أن توازن العملية الاقتصادية ما بين وجود عندك بطالة وبين انخفاض أسعار النفط والحالة الاقتصادية إضافة إلى الصحية الموجودة؟ كل هذا تجتمع أيضا أن القطاعات الموجودة عندك الباقية هي لا تعمل بالشكل الصحيح،
يعني قطاع الزراعة يشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الصناعة يشكل 56% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن أقول قطاع الصناعة هو أعني بالنفط، لذلك أرجع وأقول إنه عندما تنخفض أسعار النفط سنتأثر جدا، لأننا معتمدين بالدرجة الأساس سواء بالقوى العاملة حوالي 23% يعملون في هذا القطاع، أو بالنسبة إلى خفة في الناتج المحلي الإجمالي قطاع الصناعة أكثر من بقية القطاعات الأخرى اللي هي الزراعة والخدمات. نعم. بالعودة إليك يا دكتور ماجد عذرا أستاذ نظير، سأعود إليك، بس فقط هناك موضوع فيما يخص النفط. يعني وزارة النفط يعني أعلنت أن أكثر من 50% من الغاز المصاحب للإنتاج يحترق. هنا في أي خانة تضع هذا الأمر؟ هل هو من سوء الإدارة أيضا أم من قلة الكفاءة أم ماذا؟ لا، سوء الإدارة المتعمد عزيزي. من غير المعقول، من غير المعقول أننا نستورد غاز من إيران بحدود 5 مليار دولار وكهرباء طبعا، وفي نفس الوقت لدينا غاز يكفي لاستخدام العراق ويكفي للتصدير فقط الغاز المصاحب للنفط. وأكبر خسارة للعراق في الغاز المصاحب للنفط، إضافة إلى الآبار الأخرى الطبيعية الموجودة، الغاز الطبيعي الموجودة في العراق التي تحرق هي كذلك. ولذلك المسألة اللي مطروحة هي موضوع الغاز. شركة شل لحد الآن صار لنا حوالي 8 سنوات احنا متفقين وياها، ولحد الآن لا يوجد تطور في عملية استغلال الغاز. نعم نقوم بتصدير كميات قليلة جدا، ولكن للاستخدام المحلي لحد الآن غير واضحة الإحصائيات، ولم ينتبه. صحيح يقولون أن هناك حرق للغاز وحرق، ولكن لا توجد لحد الآن لا توجد إجراءات فعلية لتلافي هذه الهدر للموارد الطبيعية للعراق. إضافة إلى ذلك ليس فقط هذا المسألة اللي مطروحة، عندنا إمكانيات هائلة نستورد بنزين والمنتجات النفطية، لماذا لا يتم إنتاجها في العراق؟ لماذا نهدر الأموال لعملية الاستيراد ولا نسترشد في موضوع الترشيد هذه الاستيرادات من أجل إجراء التنمية الاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات النفطية، الصناعات الصاعدة والصناعات الهابطة؟ اسمح لي أن أنتقل بهذا السؤال لحضرتك، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ نظير. لماذا لا يتم إنتاجها في العراق؟ تحدث نواب في الحكومة في العراق والكثير من التصريحات الحالية والسابقة، يعني هذه التصريحات تقول القوة الموالية لإيران تمنع استثمار حقول أو أكبر حقول الغاز في العراق. يعني لماذا من وجهة نظرك، يعني بالإجابة على سؤال الدكتور ماجد، لماذا لا يتم إنتاجها في العراق ويتم استيرادها من إيران؟ يعني الإجابة واضحة، أنه يعني هذه الأحزاب هي أحزاب ليست وطنية ولا لديها شعور بالمواطنة، هي تعمل للطرف الإيراني، ويعني تعزيز صناعة المشتقات النفطية هذا سيضر بالاقتصاد الإيراني، لذلك هذا الملف يبقى على الرف ويبقى مجمد. ليس هذا فقط، إنما هذا الموضوع تندرج فيه يعني موضوع الزراعة، موضوع الصناعات، وإلا لماذا يتم تفكيك هذه المصانع التي كانت موجودة وبيعها وتشريد العمال التي فيها؟ يعني أنا فقط أتساءل، يعني شيء غريب حقيقة. هؤلاء السياسيين لو يوفر جزء من المبالغ التي تأتي للعراق عن طريق النفط، نعم، على الرغم من هذا كل هذا الفساد، ويبني فيها معمل، هل تعلم ماذا سيفعل؟ المعمل معناتها تقليل نسب البطالة، معناتها أنه هذه المادة التي تصنع في العراق سيتم منع استيرادها، وهذا أيضا كان هناك استنزاف مالي. يعني كثير من هذه الأمور، حتى القلاقل الآن التي تحدث والشباب الذين يخرجون للتظاهرات بسبب البطالة وقلة يعني الحيلة، هذا كله يعني يمتص لو تم يعني التوسع في
القطاع الخاص يعني سواء زراعي أو صناعي. أنا أستغرب يعني، وإن أعتقد أن هذا الأمر يكاد يكون إلى درجة اليقين بأنه متعمد، يعني متعمد أنه يحاصرون هؤلاء الشباب في هذه البطالة ويفتحون فقط إليهم. طيب موضوع الميليشيات وموضوع تجنيدهم. لماذا السياسيون يتحدثون عن مصطلحات بتفسيرات مغايرة؟ مثلا معروف ما هو الاستثمار ومعروف ما هو الاستعمار، هناك يعني بعض الخلط، يعني تعمد السياسيون أن يخلطوا ما بين هذين المصطلحين. يعني لماذا يحرم على باقي الدول العربية أن تستثمر في العراق بغية النهوض بالواقع الاقتصادي، بينما يعني يطلقون على هذا الاستثمار يعني مصطلح الاستعمار؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ يعني أنا يحضرني في هذا الموضوع كلام لأحد النواب بأنه هناك نية لأنه السعودية أو طبعا نور المالك يعني أنه تستثمر بعض المناطق الصحراوية الموجودة في السماوة وبعض المناطق الأخرى بأنه، هل تعرف ماذا يصفه؟ يصفه أنه هذا استعمار سعودي أو استعمار خليجي للعراق. إذا كان من هذا الباب، ماذا تسمي ذهاب عادل عبد المهدي إلى الصين وجلب استثمارات هائلة بحيث يرهن العراق كله إلى الصين؟ لماذا لو تسمي هذا استعمار؟ أنا الحقيقة يعني أنا أرى هذا غباء، غباء سياسي. كل دول العالم تضع القوانين لكي تجذب المستثمرين إلى بلدانها، لكي تحرك عجلة الصناعة وعجلة الزراعة لفائدة هذه البلد، ما عدا العراق. إذا جاء الشيء من إيران واستثمارات من إيران فيعتبر هذا استثمار اقتصادي، بينما إذا جاءت استثمارات من دول عربية أو دول أخرى لا يعتبر استعمار. اسمح لي أن أنتقل للدكتور خداب القبيسي. دكتور خداب، كل ما يعني هذه الاستفادة الاقتصادية التي حققتها إيران من العراق، هل هذا يسمى استثمارا؟ يعني هو جزء من، نرجع على أول ما ذكرناه في بداية الحلقة، هي جزء من التسويات السياسية التي موجودة الآن، وبالتالي هذا جزء من تركيبة النظام السياسي من بعد 2003 في العراق إلى حد يومنا هذا. يعني هنالك خلل أكيد، وهذا الخلل هو هيكلي وكبير جدا، وبالتالي حتى أيضا يجب أن لا ننسى حتى أنه يصير تغاضي عن العقوبات الأمريكية، فيجب أن تكون المساعدات أو حتى تنتقل العملة الأجنبية من العراق إلى إيران عن طريق الاستفادة من بس الدولة المجاورة هي إيران، وبالتالي هي هاي جزء من المشكلة الأساسية التي نعاني منها من أول 2003 إلى يومنا هذا. لا تعطى استثمارات للدول العربية الأخرى، بالتأكيد ما تعطى، لأنه هناك يعني جانب آخر هو الذي أكثر مفضل لدى السياسيو العراق، ولهذا السبب يعني نلاحظ دائما إقصاء يمكن بعض الجهات، إلا في هذه الأيام الأخيرة يمكن هنالك تعاون مع مصر رح يصير هذا بالجديد، يعني الآن صار يعني اليومين الأخيرة. لكن بالشكل العام أكيد الاستثمارات هنا راح يتم الاستفادة منها والرجوع لها في كل مرة من قبل إيران، حتى إحنا المشتقات النفطية التي نحصل عليها، يعني كلنا نعرف أنه بما يخص مثلا المصافي التي أدت إلى أنها تراجعت، وبالتالي أصبح لدينا هنالك خلل كبير كان سببه كله أنه إحنا نعمل على استيراد هذه المواد من إيران. إذن هي العملية خلينا نقول هي مرسومة بهذا الشكل، وبالتالي من الصعب جدا حلها في هذا الوقت، تحتاج إلى جهود كثيرة، تحتاج إلى شجاعة سياسية أن يكون هنالك أحد الأشخاص الذي يتخذ القرار بشكل صحيح حتى يستطيع أن ينأى بنفسه وبالاقتصاد العراقي وبالشعب العراقي بالشكل الصحيح، وبأن يأخذ بيده إلى يعني بدل من حافة الهاوية التي نحن بها الآن. نعم. بالعودة إليك دكتور ماجد الصوري، يعني وزير المالية عبد الأمير علاوي أمس تحدث أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمضي قانون تمويل العجز. طبعا هو الموضوع كله ومحور هذا الموضوع من الناحية الاقتصادية من وجهة نظر السياسيين في العراق، حتى وإن كان وزير المالية يتحدث أنه الرواتب، يعني الرواتب إن تم يعني إن مضى قانون تمويل العجز فإن المشكلة تحل، إن صوت البرلمان على
هذا القانون فإن المشكلة تحل. ولكن عندما نأتي من وجهة نظركم كاقتصاديين، ليس الأمر كما من وجهة نظر المواطن العادي. أنتم تنظرون لها من الناحية الهيكلية وتحددون مواطن الضعف، وأيضا تحددون مواطن تعزيز القوة. هنا عندما نتحدث عن الحلول، الآن العراق في وضع مزري اقتصاديا، يعني لا يصدق عندما يكون هناك بلد غني بالنفط والموارد البشرية والموارد الطبيعية، يتحدث أو تتحدث التقارير الدولية عن أنه سوف يعلن إفلاسه في المرحلة المقبلة. يعني هنا لو تحدثنا دكتور ماجد عن الحلول الاقتصادية على الأقل وضع حد لوقوع أو سقوط العراق اقتصاديا أو في هوة اقتصادية سحيقة. عزيزي، قبل ما أقول لك الحلول الآنية والسريعة جدا، نعم، راح أعطيك بعض الأرقام اللي هي تدلل على أنه لا توجد أي شفافية في الأرقام المعلنة من قبل اللي يداولها الإعلام، نعم، من قبل وزارة المالية واللي يداولها الإعلام. أولا، خلال الأشهر الثمانية الأولى صرفت بحدود 49 مليار تريليون دينار، نعم، 48.954. معناه الانفاق الفعلي اللي صار، معدل الانفاق الفعلي خلال 8 أشهر الأولى، وأيضا يضاف إلى الشهر التاسع نفس المعدل، هو 6 تريليون 120 مليار. الستة مليار ومية وعشرين ما أعرف كيف خفزت إلى 14 أو 16 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة، ما أعرف كيف خفزت، ولذلك يطلب أنه تمويل 41 تريليون أو 50 تريليون، ما أعرف والله بالضبط، الأرقام المتداولة غير موجودة. الأحصائيات اللي موجودة، الموارد الفعلية والنفقات الفعلية تدلل على أنه هناك فائض في الموارد المالية النفطية وغير النفطية، وتستطيع أن تغطي معدل الإنفاق للثمانية أشهر الأولى اللي هو 6 تريليون 120، وفائض في فائض كبير جدا، بما فيها الشهر العاشر المفروض تدفع 6 و120، يعني هناك فائض بعد دفع المبالغ هذه 7 تريليون 704. يعني هناك الأرقام غير شفافة من قبل الحكومة، وممكن قضايا فنية أن واردات النفط اللي يعني الشهر العاشر تجينا بالشهر 12، لكن مع ذلك واردات الشهر العاشر الشهر الثامن تيجي بالشهر التاسع والعاشر، يعني إذا أكو هناك تعويض للمبالغ وإيرادات مستمرة للواردات النفطية، ولذلك المسألة اللي كل هذه الضجة اللي موجودة هي أعتقد نوع من الضغوطات السياسية اللي موجودة. الحلول الآنية والجذرية اللي هي أن هناك مخصصات غير قانونية، مخصصات صدرت بقرارات، بمجرد أن تحذفها هذه المخصصات، وهي طبعا للدرجات العليا وليس للدرجات الواطئة، وبمجرد أن تقول أن لا مساس لرواتب ذوي يعني الدخل المحدود اللي هي 1.5 مليون محدود، ما تمسكها، وإنما تمسك الرواتب الأعلى من هذا، بمجرد أن تتولى موضوع المخصصات وتقول لا تتجاوز 100% من الراتب، هذه معناه تخفيض 18 تريليون دينار، حلت الأزمة. يعني فعلا الاقتصاديون لهم نظرة، وخاصة الاقتصاديون الكفء، يعني من أمثال الدكتور ماجد أصول. الله يخليك عزيزي. أكو مسألة أخرى، الفضائيين ومزدوجي الرواتب اللي هم فعلا مو مزدوجي الرواتب، وإنما قسم من عندهم يأخذون 7 رواتب كما قال ديوان الرقابة المالية، واللي هذا حددوهم ب يعني 250 ألف، يعني 500 ألف. إذا حسبنا أنه معدل الراتب مو راتبين وإنما يأخذ 3 رواتب، فهذه معناه عندنا 1 مليون إنسان فضائي.
يعني مليون إنسان إذا حسبنا على مليون دينار يأخذ، يعني هذه تريليون دينار بالشهر، يعني 12 تريليون في السنة. يعني إحنا إذا مجرد خفضنا المخصصات للدرجات العليا وقضينا على الفضائيين والمزدوجين الرواتب، راح نوفر بحدود 25 إلى 26 تريليون دينار، هي نص النفقات التشغيلية. حقيقة هو يعني لا يصح أن أنا أعطي رأيي، لكنه حقيقة أنا كعراقي كمواطن عراقي يعني هذا الحل هو حل ناجع وناجح من وجهة نظري. أيضا أنا يعني أقرأ في مجال الاقتصاد وأفهم، ولكن هنا أستاذ نظير سأعود إليك دكتور ماجد مرة أخرى. أستاذ نظير، هنا يعني عندما تتحدث اللجنة الاقتصادية النيابية عن بيع سندات وممتلكات الدولة من أجل رفض يعني رفض الميزانية بالأموال، نعم. يعني أبيع ممتلكات الدولة، نعم. من أجل رفض الميزانية، أم أنا أأتي إلى هذه الحلول التي تحدث بها دكتور ماجد؟ لا، لو تقرأ الآن جديد هناك مركز دراسات اقتصادي يقدم اقتراحات إلى الرئاسات الثلاث، من ضمن هذه الاقتراحات بيع عقارات الدولة، خصخصة ما تبقى من معامل ويعني أمور زراعية، إضافة إلى تحصيل مبلغ عن كل مغادر من العراق. يعني هذه جريمة. عندما تخرج من العراق من المطار يجب أن تدفع 100 دولار. يعني أنتم شو فرقكم عن النظام السابق اللي كنتوا تقولون عليه نظام ديكتاتوري، هم كان يأخذ طيب من المغادر. هنا السؤال تحديداً، يعني النظام القضائي هنا أين دوره فيما يتعلق بالكشف ومحاسبة مرتكبي يعني سارقي هذه الأموال؟ أخي، هذه التساؤلات لا يصح أن نتساءلها ونحن نعيش في ظل هذا النظام. لا يوجد هناك قضاء يعني مستقل، وقد تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع. الآن الدكتور يعني على يعني يعني أنا أرى أن الأرقام مذهلة التي ذكرها، والحلول التي ذكرها هي حلول بسيطة وسريعة، لكن يا ترى من يقوم بهذه الحلول؟ هذا النظام السياسي هو يعرف أنه لديه الإمكانية أنه يضع الحلول، لكن لا توجد إرادة لوضع هذه الحلول. بل الكاظمي الآن هذه اللي يسميها الورقة البيضاء أو الخطة البيضاء، لماذا لا تمس هذه الورقة البيضاء الفاسدين؟ لا تمس الفضائيين كما ذكر الدكتور، لا تمس أمور كثيرة هي تستنزف الميزانية العراقية. هل تعلم أخي الكريم بتقديرات البنك المركزي أنه الدين العام للعراق، الدين الداخلي، سيكون نهاية 2021 78 مليار دولار؟ يعني أرقام فلكية، بينما الدين الخارجي الآن يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليار دولار. يعني إلى أين نصل؟ يعني الأمور والمشكلة متعلقة بالنظام السياسي. لا يعني لا نحتاج إلى خطط اقتصادية خرافية لكي نخرج من هذه الأزمة. ما زال لدينا الاقتصاديين الذين قادرين على إعادة بناء هذا الاقتصاد من جديد، لكن لا تتوفر الإرادة السياسية. أنا أقول يعني اعتراضا على كلام الدكتور في احد فقراته، قال لا اتهم كل النظام السياسي. لا، انا اقول كل النظام السياسي مشترك في هذه الجريمه، من اصغرهم الى اكبرهم، كل الاحزاب وكل من وضع يده بيد الاحتلال منذ 2003 هو مسؤول عن الجريمه التي يعاني منها شعبنا. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، الاستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا لكم. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد. وشكرا جزيلا لك دكتورة هدى الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله. شكرا. الله يبارك فيك.